رسائل وتطبيقات على الجهد الكهربائي لشحنة نقطية ضمن مجال كهربائي منتظم. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من درس الجهد الكهربائي لشحنة نقطية ضمن مجال كهربائي منتظم. قبل البدء بالفيديو، الرجاء دعم القناة من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي تكون على اطلاع دائم بالفيديوهات الجديدة للدروس اللاحقة. سنطبق في الأمثلة والمسائل التالية ما تعلمناه في الفيديو السابق عن إيجاد فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين مختلفتين ضمن المجال الكهربائي المنتظم، وكذلك إيجاد مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة نقطية بين نقطتين مختلفتين في الجهد الكهربائي ضمن المجال الكهربائي المنتظم. في المثال الأول لدينا شحنة نقطية مقدارها زائد 2 ضرب 10 للقوة ناقص 9 كولوم، نقلت من النقطة ألف إلى النقطة باء في مجال كهربائي منتظم بسرعة ثابتة، فإذا بذلت القوة الخارجية شغلا مقداره 14 ضرب 10 للقوة ناقص 9 جول، فاحسب ألف فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين باء وألف، جيم باء ناقص جيم ألف. باء الشغل الذي تبذله قوة خارجية لنقل شحنة مقدارها ناقص 2 ضرب 10 للقوة ناقص 9 كولوم من النقطة باء إلى النقطة ألف بسرعة ثابتة. الحل: لحل هذه المسألة نقوم أولا كخطوة أولى بكتابة وتحديد المعطيات في السؤال بالإضافة إلى المجهول المطلوب إيجاده. المعطيات: مقدار الشحنة ويساوي زائد 2 ضرب 10 للقوة ناقص 9 كولوم، مقدار الشغل المبذول لنقل الشحنة بسرعة ثابتة ضمن المجال الكهربائي المنتظم ويساوي 14 ضرب 10 للقوة ناقص 9 جول. المطلوب إيجاد مقدار فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين باء وألف. الحل: لحساب فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين باء وألف، جيم باء ناقص جيم ألف، نطبق العلاقة: مقدار الشغل المبذول في نقل الشحنة يساوي مقدار الشحنة مضروب بمقدار فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين ألف وباء، شين ألف إلى باء يساوي شين مضروب جيم باء ناقص جيم ألف. بتعويض القيم في المعادلة نحصل على 14 ضرب 10 للقوة ناقص 9 يساوي 2 ضرب 10 للقوة ناقص 9 مضروب في جيم باء ناقص جيم ألف. بتبسيط المعادلة من خلال قسمة طرفي المعادلة على 2 ضرب 10 للقوة ناقص 9 نجد أن مقدار فرق الجهد الكهربائي بين النقطة باء والنقطة ألف يساوي 7 فولت، أي أن جيم باء ناقص جيم ألف يساوي 7 فولت. ويمكن التعبير عن فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين بالرمز جيم باء ألف، أي أن جيم باء ألف يساوي 7 فولت. ثانياً، لحساب الشغل اللازم لنقل شحنة كهربائية مقدارها سالب 2 ضرب 10 للقوة ناقص 9 كولوم من النقطة باء إلى النقطة ألف. بتحديد المعطيات في هذا الجزء من السؤال لدينا مقدار الشحنة ويساوي سالب 2 ضرب 10 للقوة ناقص 9 كولوم، مقدار فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين ألف وباء والذي تم حسابه في الفرع ألف من هذا السؤال ويساوي 7 فولت، مع الملاحظة أن جيم باء ألف يساوي سالب جيم ألف باء، وذلك لأن الجهد الكهربائي للشحنة النقطية عند النقطة باء أكبر من قيمة الجهد الكهربائي عند النقطة ألف. الحل: بتطبيق العلاقة، مقدار الشغل المبذول يساوي مقدار الشحنة مضروب بمقدار فرق الجهد الكهربائي، شين باء إلى ألف يساوي شين جيم ألف ناقص جيم باء. وبتعويض القيم نجد أن شين باء إلى ألف يساوي
سالب 2 ضرب 10 للقوة ناقص 9 مضروب بسالب 7 ويساوي 14 ضرب 10 للقوة ناقص 9 جول. حركة شحنة كهربائية حرة ضمن مجال كهربائي منتظم. تحدثنا حتى الآن عن حركة شحنة كهربائية تحت تأثير قوة خارجية ضمن المجال الكهربائي المنتظم، لكن ماذا يحدث لو تركت الشحنة الكهربائية لتتحرك بشكل حر ضمن المجال الكهربائي المنتظم؟ على فرض أن لدينا شحنة كهربائية موجبة مقدارها شين وضعت عند النقطة ألف في مجال كهربائي منتظم وتركت حرة لتتحرك تحت تأثير القوى الكهربائية فقط، ستتحرك الشحنة الكهربائية وتنتقل من النقطة ألف إلى النقطة باء، وذلك بسبب تأثير المجال الكهربائي المنتظم عليها، حيث أن المجال الكهربائي ناتج عن شحنة موجبة، وبما أن الشحنة المتواجدة ضمن المجال الكهربائي أيضا موجبة، فإنها ستتأثر مبتعدة عن مصدر المجال الكهربائي المنتظم. إن نظام الشحنة الكهربائية المجال الكهربائي نظام محافظ، ونعني بذلك أن الطاقة الكلية الميكانيكية للنظام والتي تشمل مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع ثابتة ومحفوظة، حيث يكون مقدار التغير في الطاقة الحركية مساوي لمقدار التغير في طاقة الوضع، أي أن مقدار التغير في الطاقة الميكانيكية يساوي مقدار التغير في طاقة الوضع زائد مقدار التغير في الطاقة الحركية، دلتا طا ميم يساوي دلتا طا واو زائد دلتا طا حا ويساوي صفر، أي أن ما يتم فقده من طاقة وضع يتحول إلى طاقة حركية، دلتا طا حا يساوي سالب دلتا طا واو، حيث تؤدي حركة الشحنة الحرة الموجبة تحت تأثير القوى الكهربائية فقط إلى نقصان طاقة الوضع الكهربائية المختزنة في الشحنة، ويقابل ذلك زيادة مساوية في الطاقة الحركية في الشحنة، وتبذل القوة الكهربائية شغلا مقداره شين كاف على الشحنة، بحيث تتحول طاقة الوضع الكهربائية المختزنة في الشحنة إلى طاقة حركية، أي أن شين كاف يساوي سالب دلتا طا واو يساوي دلتا طا حا، أي أن مقدار الشغل المبذول على الشحنة يساوي مقدار النقصان في طاقة الوضع للشحنة، ويقابله زيادة مساوية في المقدار في الطاقة الحركية. ويحدث الأمر ذاته عندما تتحرك شحنة سالبة في المجال الكهربائي من النقطة باء إلى النقطة ألف تحت تأثير القوة الكهربائية فقط، فحركة الشحنة الحرة موجبة أو سالبة باتجاه القوى الكهربائية المؤثرة فيها يؤدي إلى نقصان طاقة الوضع الكهربائية المختزنة، ويقابل ذلك زيادة مساوية في طاقة الشحنة الحركية، وبالتالي فإن جيم نهائية ناقص جيم ابتدائية يساوي مقدار التغير في طاقة الوضع مقسوم على مقدار الشحنة دلتا طا واو مقسوم على شين ويساوي سالب شين كاف على شين، وعليه يمكن التعبير عن شغل القوى الكهربائية بالعلاقة الرياضية، شغل القوى الكهربائية يساوي مقدار الشحن الكهربائية مضروب في مقدار الفرق في الجهد الكهربائي، شين كاف يساوي شين مضروب في جيم نهائية ناقص جيم ابتدائية. مثال: يتحرك بروتون في مجال كهربائي منتظم تحت تأثير القوة الكهربائية فقط من النقطة سين إلى النقطة صاد، فإذا بذلت القوة الكهربائية شغلا عليه مقداره 8 ضرب 10 للقوة ناقص 19 جول، فما هو فرق الجهد بين النقطتين سين وصاد؟
جيم صاد سين. الحل: لحساب فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين سين وصاد، وبما أن البروتون الحر الحركة انتقل من النقطة سين إلى النقطة صاد تحت تأثير المجال الكهربائي المنتظم، يكون مقدار الشغل المبذول على الشحنة الكهربائية من قبل المجال الكهربائي المنتظم يساوي مقدار شحنة البروتون مضروب بمقدار فرق الجهد الكهربائي، مع العلم أن شحنة البروتون تساوي 1.6×10^10^19 كولوم. بالرجوع إلى المعادلة، مقدار الشغل المبذول شين سين إلى صاد يساوي شين مضروب جين صاد ناقص جيم سين، وبالتعويض في المعادلة نحصل على 8×10^19 يساوي 1.6×10^10^19 مضروب في جيم صاد سين. وبإعادة ترتيب حدود المعادلة لإيجاد فرق الجهد نجد أن جيم صاد سين يساوي 8×10^19 مقسوم على 1.6×10^10^19 ويساوي سالب 5 فولت، وتعني الإشارة السالبة هنا أن جهد النقطة صاد أقل من جهد النقطة سين.